مرحبا بيكم، انا مرام سلوى، جيتكم اليوم نحكيلك مع الكورونا. هو صحيح مرض خطير برشا، لازمنا كلنا نحتاطو منو، اما زيدا ما يلزمناش نهاولو. نحكي بغون شخفاص فرغوها، ليه ما يجيش هكا؟ ما تنسوش لي اعمالنا بيد الله. احتمال موتنا من الكورونا هو 1%، احتمال موتنا في اي لحظة، حتى بليش مرض هو 100%. ومع هذا لازمكم تردوا بالكم، التعنيق لي، التسليم لي، البوس لي، ديما اخذوا ايديكم بالماء والصابون وابعدوا على الزحمة. انا كان شدت الكحة ولا طلعت لك السخانة، لطف عليكم اقعد في دارك وكلم 190 في مكالمة بلاش. اما رد بالك تمشي لستاجيلي وتجي تتعدي عباد اخرين معاك، حاسيل وجدد ايمانك، استغفر ربي ويدعي ويلطف بينا وبيكم، يا ربي ارحمنا. اي كنا ندعيو، اللهم ابعد عنا شر الامراض والاوبئه، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، امين. حبكم برشا، ما تحيات مدام سلوى. تيلي البوس ليه؟